والإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس الرابع من دروس فقه الأسرة. والإخوة الكرام، سجيت مثل أنكشن في موضوع جديد وهو الخطبة بكسر الخاء، ماشي الخطبة. بعض الناس يقول خطبة، الخطبة قلت سنخدم للشيوخ قلت الجماعة تجي المقصود بها بالخطبة الشرعية اللي هي مقدمة من مقدمات الزواج. الخطبة نقطة مزورث أولا تعرفها، ذا شو المعنى يس الخطبة؟ الخطبة من ناحية الفقهية المقصود بها طلب الرجل التزوج بامرأة معينة خالية من الموانع الشرعية المؤبدة أو المؤقتة. بمعنى آخر، إظهار الرغبة من قبل الرجل في التزوج بامرأة معينة خالية من الموانع الشرعية. ولد شرحك تعريفين، معناتها أرجاز أديفجن الفغيس، أديفجن الفغيس نغ أذي ظلف. أما كن قرنا كني لغة درجنا فلان طلب يد الفلانة يظلفها فوزيس، وقي معنى مجازي، معنى مجازي. ولكن الصحيح من ناحية الفقهية طلب التزوج يعني أمذن أرجاز أذي ظلف باش أذي زوج ذيوث تمطوث معينة، يعني دي لقد فان محددة. فبالتالي مثلا إذن طلب التزوج بامرأة معينة تعين ثفان أنت سنة سيسميس ثفان خالية من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة، يعني ولا قالت سيلي حرام في اللاس سيبور سايث مثل الشيوخ مرغر الفاتحة سقسين أشينا هالطران ثم طوثاقي تضر يماس بقشيشاقي نغ قشيشاقي يتضر يماس تقشيشتاقي نغ أقشيشاقي أو تقشيشتاقي التظن أريوث تمطوث إثني شركم إثني إثمثن. لازم تكون هذه المرأة خالية من كل الموانع، ولا قالت سيد حرم في اللاس وثاقي نقطة إثمثن لقص نفكازر ذا مقران إلا واندا التفضي وثفرة تفرى ما زلت إلى دار ربي أدياسيون أذيغ الفتيحة في اللاس والشيء يوم السلام يضرى ذاك الله أعلم، إما ذي القلة تموسني وإما أكا التفضي ونغسي السلام غي يضرى مي وسيف كارزل إثم سلتقين شرع خطر إثم مثل مسل معفس الشرع أطاسي قلان ديكس وقيد يون سقويق هذاك نورمال موذي السقسي اللي اسمه تفرى نغي يموت ورقازيس تساعو مقارنين بريودة كني قرنس العدة العدة ربي كيس قرنس قبيليث العدة الشرعية ذي لا بريودة ذي المدة يجي وري لا قارت زوج دوايض ألور ولا قارت حرم في اللاس أما مؤبدا أما مؤقتا خطر الله يثلا كاتيجوري تولاوين تو حرمنت طول العمر. مثلا الأخت من الرضاع والتمسني تضميدس أتفض يوثن تحذيش يوثن تقشيش تضر يمسن التسام نغل العكس ثاقي تحريم مؤبد ولا قرى ما كن خدمنا كني الغاشي خدمني خيرا انت ولكني ذي البدع لا علاقة لها بالدين لا علاقة لها بالشريعة. فبالتالي أخدم من الشياقي باش توادي الحلال أين لند الحرام ذي الحرام الحلال بين والحرام بين كدين في صلى الله عليه وسلم الحلال إيفان الحرام إيفان. طيب ثريث مثل وقيد تعريفين النقطة الثانية مقومات المخطوبة يعني أمذن قبل ذي خضب ذا شو سنت ليروبير إقحواج لي ريفيرانس ذا شو سنت الصفات إقحواج ذا شو سنت الأمور إقلاق ذي فلسنت ثم زوري ثم نبي عليه الصلاة يناد حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم يناد تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ذا شو تساويني مثلا باش يعني أزوجن سمطوس أي امرأة أربعة ثمسالي إزمر ذي الماليس ذي الشيس إما الثاث الثاث نغي موث بفاسي جيس تركة ثم قرات إزمر يونا ذي ضمع ثيوي الرغبة ذي المال نساكين كذا زوالي ذا الشيمور وكذا أهلور تختيراي ثمكيني إما ذم ذي الحاسبينس ذي اللي سن فلانين ذي اللي سن تفاميلت كذا
سعى مركز اجتماعي، سعى يولي المقام ذي المجتمع يسعى نزال مركز اجتماعي، وذا شيء طبيعي. لانت بعض المراكز ضعيفة، لانت بعض المراكز عالية، وثقي طبعا ربي سبحانه يخدم الشياقي لحكم ومقاصد، ما هوش موضوعنا باش نفصلوا فيها، ولكن أمر موجود، أمر موجود. فبالتالي إلى الأمر قيث مثلا المقامينس تفاملتيس نغ الوالدينيس ذي ليس الفلاني نغ ذي ليس تفاملت كذا، ثم قرآن معروفات مشهورات تسعى القيمة ثم قرآن المجتمع إلى آخر. إزمر يون ذي الشيء قرى ذي جفذن أثي جفذن باش ذي جوجيدس في الثلاثة الجمالينس الهوينس الجانب الجمالي يزمري ونادي يخسر ثم طوث بارسكو تزيين بارسكو تلها إلى آخره، وشي طبيعي أيضا. يزمر ذو ويستثى تروازين فاكتورة قاري يجف ذنر جازر ثم طوث ويسر ربعة الدين ولدينها ذاقي العلماء شو ذنان النبي صلى الله عليه وسلم يجي في ذنقارو خط لني بذن في شد ذنقارو هذه ولي كانوا مراقي هاد ديناقي ألما يحصل آسين يخص واش داني نتزوج با وليد كانت وريث مثلا أطاس يعني في عرف البشر في عرف الناس كثير من الناس اللي ما يعطيوش قيمة للدين يحوس كاع الأمور الأخرى ولكن الدين آخر حاجة هو الخرقاء اللي يحوس عليه ورسقسي ما تظلم ما تصوزهم ما ثمنس ربي ما ثابض ربي والو وقيري سارك حتى ذا زلر غرص ولكن يث مثلا النبي عليه الصلاة والسلام إن ضرب عايق يثم سالين أريج فذنا مذان أرثم الطوض ولكن يناد في الأخير فاظفر بذات الدين تربت يداك فقيت مثلا ذن نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم ذن نصيحة إن يش إلى قصيطيك تصروح أرثين يسعى الدين المرأة الدينة هكذا صحيح لغة أو المتدينة ثيني طفل ذي ربي ثيني يمنص ربي ثيني تظلان ثيني عبدنا ربي ثيني سعني الالتزام بالأخلاق بالأدب الإسلامية إلى آخره إلى آخره فاظفر بذات الدين النبي عليه الصلاة والسلام ينصحها كن من الله باش نقصد ثم الطوثي سعان الدين خطر الدين ذن تساني ذي الساس ذن تساني ذي الباز تربت يدك شو المعنى تربت يدك تصل المفسر دينان في المعنى يقول الحديث لأنه قد دينان أول ذي عارثين ساعة الدين أذي فقر يعني أذي أسوي السنة ذي اللاز أذي الطف يعني المحنى وذي فقر أذي والد الفقير خطر ثم تثنون ساعة الدين سهودة خامس إن في عصاته السنة ذي الحديثة قلنا إيش محسوب اللعب ذاقي أن ذي عارثين يعني أن طفارة ثين ساعة الدين يزمر ذي وضغ الفقر غلاز لأنه قد هنا المفسرين اختربت يداك معنى تلتصق يداه بالتراب أماكن قرص قبيث هذه غلي فوق الفوشيس هذه غلي ثيو ثوقول هذه غلي يفاسي سادة وظن القاعة يطيح يسقط وتصق مذنيث مثلا قلنا عاشي الدونيث يعني ميلة ثم طوث ماشي تسيني وقاذنا ربي سبحانه يزمرات السوضة لما يغلي ولما إلا يفد يسعى لبس به يزمر وكذا ولكن سلي بروبلام النيس المشاكل النيس الكذبني اللانس سو سرحني ومسرحي وخامي إلى آخره هذه وظة السوضة لما يفاسي سادة هذه غلي القاعة ولكن يثمثل ما تسمطوثني ساعة الإيمان تتقوى ربي أكي تخدم أفوذ إذا ما ركتيني الفلاني أن الصفر ما كنت تقارن في المرأة الصالحة زيك أستيني ورقازيس أن الصفر في اللاز ولكن الزميرة أن الصفر إجهنما مع أنت يرقاز وتسخرارا أي يرقاز ورخدمارا الشر أي يرقاز وخدمار الحرام ولكن ما إلا تسمطوثي مثلا وسارة الدين إزمر أكث سيوض والعياذ بالله ما كان قارن دقوال أستيني ثمطوثي ورقاز أستيني الفلاني ذبرق الروح روحها كرد يا خاكي قار يكي روح البانكا إذا ما سنروح البانكا حد يكرد ذبرق الروح المهم كذ تشاغ هذا السواغ هذا السغم اللي يحيي إلى آخره فما يثمثل الحديث إذا ما ثوى ديني ونصافين ذبع كان دين واحد السهل لا ما ثوى في الثمطوثي جملنا كثي كذا كاين ربي خطر الدين غير لوجيك وشي قرا كان ذبع الدين لا إما إلا ثوى الثمطوث ساعة كل أمورك جملي ثنتياك ساعة الدين ساعة الجمال ساعة الحسب إمو ذبا بس جاي ستريكة سم قرآن ساعة المال ألور ذا قيني إثمثن وين يخسرنا كاكي ما تشير الحرام في الناس باش أذي جوجك خطر ربما نسلك بعض الشباب من ولا يوني يخدمك شوين شروط وكذي لأخيره إذا غسقرناها وكيفها النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين شنية ذا شوث الحاجة يثمثن ولا قرى ذي ليون شغلات الطفس الشدة أكيد يخدم إن ليست
ياك الشروط الدونيس ياك الشرطه كالشرطه كالشرطه الدين ولا شي تاك ذي الحساب ولا شي في لا ليستني كامل ان غادي هذيك زاجيرا ما كنسينا يوم الزيك اسمي طفا كني عدى ثلاث إن الشرطه قد النهضة اللي انت كان ذي حور العين إذن أين ميت السلامة كيث يجي من مقومات المخطوبة صافي نزمات الخص الدين المال الجمال الحسب وكذلك إلى حديث وايضين النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود ذا شو الشرطة المرأة التي تنجب فرما إلا ومشاوها ربي ذا المرأة التي تنجب يكمل الحديث فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة يعني في صلى الله عليه وسلم يفغدريا وكذلك يتحقق مقصد من مقاصد الزواج إذا نشرح درسني عدام وهو الإنجاب الذرية طيب لذلك إذا مثلا يرقازن يفرنث له ونسن خطر مسارة الدرية سيبولسا فإذا أوها ربي ذي ونس المقومات يدير النون ذي الفائدة إن شاء الله ذي الخير المرأة الودود التي تتودد إلى زوجها ماشي ذي المرأة أني العاصية المستعصية ثمتوثني استغفر الله سمحت يا إثماثن ربي نجينا جميعا أرد أسنس جوث النية باش أتصر زار قازيس نغباش أستكس القدر نغباش أستف كل شيء لكفوسي سنسال ولاش أذيغال دوفوسي سيتساغ سوال ذنتساث الآمرة الناهية ذنسات يتسام ضبرت كل شيء لكفوسي قلا أرقز لسكسا كوزال سكستيرو قزا سكس القيمة وربما مما إلى الخلاف جلسا أكثيني كيني سيغوا أعلو رجما ذر زار غورش ألانو كذي كذي قرنك مثل مخالف تدو رقازيس الزمر ذي الخلاف يرقز مطوسي نورمال الحياة الزوجية ساعة وقورا ولكن ثم طوثة قايت مثل ثينا كنو تسوغل رأس رقازيس لا تتودد المرأة ذي الحديث آخر المرأة العاود العاود التي تعود أدوغل سرقيس غاص ربما ذنسيت ظلما ولكن ذنسيت دي قرفنا الغورس ذنسيت دي غالنا الغورس خطر سعى دين الدين كي ذنسيت على تيون كادرين يخدم أس الأوروبيار مشي تلحو يعني تجهز أرقازيز ما إلا ولا شوك الأوروبيار ولا شوالو ما كادرين نورمال لذلك يثمثل ذاكي كذاكي مقومة ثياب يديرنا حديث واحد آخر المرأة الودود المرأة الولود كذلك يثمثل من مقومات المرأة المخطوبة أنه مذن أوها ربي ذي جانب ثم توسيسي قرفن ذاقي إلا قد شرحها شوية ثورة يثمثل اللانت دو شوز ذاقي إلا قد نفهم مليح مليح يون يزمر ذي ثم طو يلي ساميس ثجوز يلي سخاليس يلي سخالتيس يلي سعمتيس في قلاقي غاس الله فامي سيدي قرفن ولكن جوزنت ذي الشرع إزمان ذي غيوث في بعد فلاس سيثة الدرث ثايض سيث فاميل ثايض بلك انسى سيثي زيوزوا ذي غيوث سي قسنطينة أنا سيف قايث أنا سيف بويلة أنا غانسى أنا سي ألور أذي فعد إلا التقارب إلا التباعد سمحتي ثاقي مرتبطة بالأعراف زرمزيش لكوتي من العوايث النغ تقريبا حانون زانون أتصفقيو ذي الدرث ويجوج سقوا ويجوج سقوا خرضناك ذي زورا كامل كامل أكني ذي العادة نسان أكني الطبيعة نسان زيك ثم طوثوا لقارة سفعاد يلو لقارة سفعاد تساوي لي الله للجون الله ما شمثورة فبالتالي قارن ذاغ زيك مبول السينيا مغاري فكاين اللي سدات ذين كان ذفير الحياضة ميسنك ما سسيفك السينيا خطركا يوثن تطا تساقواض يوثن تستحي ولا ما مشى بالنسبة لهم لا بروتكسيا حماية أشي اللي ما فكي غير يثقرض أقلي ذاقي اون كاثنا دو سكور اقلي وجدد يوثن تيط يعني بنات يغنى كنرجازيز يوثن تيط تساقواذ خطر مقرض يوثن تستحي إما إلا تفعذ إزمار ذي عدي فلاس الفاطل ورسي سلا ورسي ولا فهم دايث مثلا ولكن لقد نفهم مثل حاجة إن في صلى الله عليه وسلم ينات زواجك ذي الحلال وإن رايغني لسا عمي سيس خالتي الحلال 100% ولكن ماذا بك ينذي فاث ذاكي ثورة دين ينامي ثاكي ماشي ذي الواجب ماشي ذا ثورة ينذي ونايث مثلا نغا إسلا غسيل صفين كفغا ذا غيا اللي سعمي ألور تستغارا غالا ثفغا ذا تستغارا كاين ربي مثل مسفهام مثل مسقفال مثل مسفغام كون يعين ربي الزواج الحلال ولكن يوث الحاجة أدنفك التنبيه يوم الحديث الناد فإن الولد يخلق ضاويا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إزمرتي المضرة ذي الدرية ذي الدرية الدرية نون مردلال إزمر أدوي لها لشيذس
إما ذي الكورينس إما ذي العقلينس، إما أدفغ ذي العبد ذي المعطوب، إما أذي يقروا يسكثر نجسينس إزمر أوليس أدفغ في الكورينس إزمرنيس لن عيوفا غين جربين جي المؤمنين يقدرون ذي الدريا أردياسن سي زواج من القرفان سين ما زوجيش مقارفن ما زوجن لا مين فامي قرفن إزمر في الدين يون ديون وقيد الحديث هل ترى صحيح من ناحية العلمية هل ترى لا سيونس لا ميدسين تكونفيرمي دشياكين خاطي الجواب لا سيونس لا ميدسين تكونفيرمي دشياك إزمر في المضرة في السنة ثالث مثلا ما إلا يون يوغا ثمطو يلي ساميس يلي ساميس يرسك ذي يلي ساميس لاني زوران لاني ذمن سياسة زكا لو كذا مخالفا هذه اللي جرس الفرو الديفورس طلاق زر ما شيء ضرون يزمر الرحم الناس يزم إذا من اثنين شركة يزمن ولا ممكن المظهر يتضروا ولكن ما تمتو السفراء سفاد في الله ما ثم ساعد من الله يبارك ما إلا يقدر ربي طلاق مرحبا استكشر ربي أرمال كولي ونادي روح كفرديس وفرات ولكن وتجرى لي زي في سكوندير يعني على مستوى العائلتين سورتو على مستوى العائلتين سي بو سايت مثلا الشرع النغيمي غدينا اما ذا بك ما انت ما يفيون ذي بعض الله يبارك مور يفارا غسل يجوج اللي ساعه ميسنا خالتي سنا كذا الى قاد يخدم لي زاناليز هذه زر الطبه هذه زر كذا بور ايفيتي لي بروبليم ديك دون من بعد سورتين يعني ندريانسن تلقى النقطه الثانيه مقومات المخطوبه أو المرأة المراد خطبتها تسيقاذاقي تسيمسال إقلاق ذي والي ومذان قبل ذي خضب يوف فلد نغلاء ثمثم نقطة ثالثة نظر إلى المرأة عند العزم على الخطبة شرع النغي الناد يون مينوان ذي جوج ذيوث ذي خدمي السخام يجوز باش ذي والي السيس سين لومور الأمر الأول الوجه أقذم نغؤذم الأمر والسين ذي فسن هذا هو الأصل طبعا كان دي ديتاي لان تفاصيل العلماء كذا ما يلقى هذه ولي حجم يظن ربما تنسى ثلاثة في السوظن باش هذي قرر الإقدام أو الإحجام لا حرج أرقز ذي ولي سيثم الطوث أذميس أكو ذي فسنيس إزمار دينيون أين ذو ذم خطر قرنش أذم هو مجمع محاسن المرأة النفسية والجسدية أذن بمذان يتسكد دي السينية أليس كذلك؟ أما الكوتي بسيشيك الجانب النفسي النغ الجانب المادي الجسدي فبالتالي الشرع النغ يربغ في الأدب يربغ في الخلق يربغ يثمثا بشي ونذي روح غل هدف مباشرة يسعى النية في جهد أذي فنوة خامس مطوث لا حرج عليه من ناحية الشرعية باش ذي والي أذميس أكو ذي فاسنيس يفسن كذلك قد فكن العلامات أما الصحة أما تضعف ذيك فاسين دي تبان ومذان أما ذا القزة ما تمطوط هذه جنرال معادة وكذلك يجوز ورقاز ربما يشقع يماس نخالتي سدوي معلومات أكثر مصدر من مصدر التشريع هو العرف وهو ما تعرف عليه الناس واستقامت عليه أمورهم من قول أو عمل ذين يرنون أرقاز ذي شقع خالتي سنغ عمتي سنغ يماس سخم النير فمطوطنة ديوالي أدوالي ينور الزميران سديوالي لا حرج أسدفك صورة أمثلة باش يثبت وتسيليارا نكران نقول تسيليارا الكذب نقول تسيليارا يعني أين خسرا أين حرم ربي سبحانه عز وجل لذلك يثبت النظر هذا هو سيلو موراقي إقلاق ثوالي بنادم وذم أكو ذي فاسم أنت مطوث وطبعا الشيء يثبت المارس المكيد دقارة مطوث سيري سيبروك من فرقاز أديا سيون سيولا ديني كيني سيغي اللي خذفن سيد المزين وما لا تفكى السنين في عصة السلام يناد يفكيك الدغة لرفرنس أميش يناد إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عارض
في رواية أخرى وفساد كبير، يعني ما يليون يصدق قصدك في اللي يخنفول تماش بشري جوجيدس ونتسى يساد دين يسال خلق. ولذ كان إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه إزمر يونسيون ديني نورمال مود ديني يكفي خاطي علماء شو دنان نان دي إزمر يوند يفك أذي تزال غادي تصوز وما يحج دي لآخره، ولكن يخص الأدب يخص صرفقا يخص الأخلاق. إزمر ذي حقر ثمطوطني يتسي يطلم يتسي يتلحقيس يتسي عاير إزمر يعايرها إزمر يأذيها وكذا، وهذا كله من الأخلاق. طبعا الأخلاق دخل في الدين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها على سبيل التأكيد والتنصيص باش غادي يفقن اين يعني نتصرف كاع وكل الاخلاق. فبالتالي مثلا اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد عارض او فساد كبير. نقطه 4 موانع الخطبه. يون قبل هذه خدم لو بوين دو ديبار لو برومي با باش هذه خطب يوث لانت لي زوبستاكل لانت الموانع. المانع عام زوالو ذا شوث الا تكون مخطوبه للغير اوري لا قاره غاتسيري تتوخضب ايوايض سمحتي لي ثمثل قرني ولا مثلا كني ثمطوط خطفن سميه يتساوي تسيول، ولكن الا وان داغي مذان فهم اولاكي خطا امش هذه السلسل فلان تكاس توخضض مخطوبه مخطوبه خلاص مسفهم تو فا بيان كلشي نتسا هذه روحها يحرق لاشان هذه روحها يقدم هذه بريزونتي مانيس. ولذ كان يسمى ما كان الغاشي يخدم لك لاشان حتى واحد يحرق لاشان هذه ليون يسلا يالم باللي يوث توخضض أوري جوزارة نتسا غادي روحها تيخضب ميس نضاشي ميس خضب الشيا كيشيني يا خويا قارن ثمطو تيق طفن تسمية غيتساوي تسيون. لا الشرع ديالنا ركا يناد النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يناد لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. مسلط سيون يخضب يوث وتروح على شيني إذا غاتتخضب ذا كيني إنه إما لا أفذني أذي كمل ذي زواج أثيين ربي أثي سعد ربي نغي يترك إزمان الحبسا أذفسخن الخضوف قا ألور ما يبضيك دو الخضار بالخضوف قا نتفسخ أكيين ربي روح بعد قدمي ماني مي أفون نو لا يجوز. لذلك العلماء إننا ندوري جوزارة والإمام مالك شو دينا إنه ما إلا لا أفذني ويضيع وذي خضفي تم بعد فكانست قبل الدخول إن إيش القاضي يفسق هذا الزواج وزيادة يعاقب مام سوتو ما يعلم خطر مو يعلم راه حاجة أخرى سي بور سا نسفهم تمثلتك. المانع الأول سقسي إن استمتو ثاكي توخضب الخاطي من أنك ما زلت توخضب كولي ونفك دواليس ذاك يجوز ما زلت توخضب يروح ديون ثورة بعد ساعة ساعتين يسد وايض ما زاد فكينا واله سمحتي ما زاد فكينا ريبونس ثم طوثني الوالدينيس ما زال مشاورا ما زاد فكينا وال ذاكي إذا ما تخطفن سيون ثلاثة أربعة خمسة ولا شغل ذاكي جوزة دينيغ ثم طوث خطفن سمية تساوي تسيون المثل ذاكي ذوكي ذا مكانيس ذوكي ذا مكانيس إذا ما ريون أديني فكي الدليل فكي الدليل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوثن طمطوث صلى الله عليه وسلم اسمه فاطمة بنت قيس ثم طوثاكي اسمه فلاور قازيس خذ فنسين ثلاثة او ميم طون ذكي الوقت ثلاثة سيكسن يون اسمه أسامة بن زيد يون سيكسن او ميم طون يدو سانة ما دينو او ميم طون ماشي ذكي ثلاث ساعات بالك جلسني يون واس نغ يومين نغ ساعتين المهم يعني مازال تفكي الجواب مازال تفكي الرئيس الوالدين مازال تفكي الرئيس مازال ذاكيني صمتو ثاكي توهم ثنيس ورا قبل السيسن فروح النبي صلى الله عليه وسلم انت ثم رزقيس اما رزقيس توفى ورا الشور فروح ديريكت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام ثنيس يا رسول الله هذا شو يضران حكاياس ان كيني خضيد الفلاني 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 ذا شو يسين النبي صلى الله عليه وسلم نصحها أكم شي ثورة يزمر هذا صور كيوت مثلا تسيري ياك نغ تخدمي ذيك نغ كذا أكثر يخذ بي الفلاني الفلاني ذا لازم تكون أونت يريك ربي سبحانه يريك ربي سبحانه يجب أن تكون عادلا ومنصفا سيدي ربي الناد لا تبخسوا الناس أشياءهم والنبي صلى الله عليه وسلم يفكي غد الدليل إن ياس الفلاني خاطي الفلاني خاطي إن ياس أنكحي أسامة بن زيد أسامة بن زيد إن صحيت
الناس خثير الفلاني مادام الشوريف والمستشار مؤتمن في الشوريف الناس الرئيس خاطر زمان وديها شي لا هو خاطيني وقاد غزك تحصل لا لعب زميل لا اونيت يصفني يخدم الواجبيس من بعد اشو يضران خاطر لو كان نتواليا كسازك سازكون خدم راك ويقلها ياك لو كان السيني غلفلاني ازكى مع شو يضران ادو غال رغوري يشيني السبه اش خدم شغليك خدم الواجبيك اكن دينا الشرع والسلام خاطر لو كان انت في الخوفه كي سوا تصايث مثلا انو غالو السيني راه النصيحه هي رانا ونفي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه ثورة صفية مثلا مسفهام ذا شو المعنى يس المانع الاول الا تكون مخطوبه للغير المانع ويسين وتذكر تفاصيل الساقي الا تكون ممنوعه من مؤبدا او مؤقتا ولا قالت سيلي تحرم في الناس اما بشكل مؤبد نا بشكل مؤقت ثريث مثلا تفاصيل النقطه ياكي ادسنت ان شاء الله تعالى في الدرس ديث الدون بقول السليق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.